الثورة السورية المباركة لما بلشت كنت ساعتني أنا عم أخدم عند النظام، كنت عسكري أيامها، وكانت بداية المظاهرات السلمية. بأول فرصة صحت لي إني انشق عن النظام. طبعا نزلت على حي الوار، كان حي الوار يعني في عم يصير فيه مظاهرات سلمية، طبعا عم يرد عليهم النظام بقصف، عم يرد عليهم النظام باعتقالات. اول ما صار شيء اسمه دفاع مدني او شيء بده يكون في فريق اسعاف، هو مهمته اسعاف المصابين اللي عم يصير من قصف النظام. طبعا طوعنا انا وشباب من حي الوار، عم بداية العمل كان امكانياتنا بسيطة وشغلنا على قده، وكان شغلنا كتير صعب بحي الوار، انه حي مقصود من النظام، حي محاصر من جميع الجهات. اثناء كان عم يشيله احد المصابين من الهاوي، استهدف النظام والشبيحة اللي كانوا بالمزرعة، استشهد عن اثر اخي، تصاب طاقم الاسعاف 2. طبعا يعني اللي نفد من القصة هو السائق، واللي كان في معهم المصابين استشهدوا كمان نتيجة هاي القذيفة. مع هيك يعني ضلينا مستمرين بشغلنا، ما أثر فينا. مجال عملنا هو إنساني ضمن مناطق الثورة، فعملنا مستمر. وبعدها بكام يوم صار في خروج دفعات من حي الوار، وتهجير حي الوار، تهجير قصري من بسبب القصف والضغط الروسي على الثورة، بدنا ينهي كل شيء في ثورة بمدينة حمص. كان عم تعرض لإبادة، مضطرين لنتهجر لمدينة جرابلس. طبعا جينا لمدينة جرابلس ساعتنا مستمرين بالثورة، لسه عنا حس الثورة، لأنه نحن خلقنا من الثورة ورح نبقى إن شاء الله مع الثورة لحتى تنتصر.